الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. أهلا بيكم بعد الفاصل. نوراني يا مدام عبير، انا مبسوطه جدا ان حضرتك معايا النهارده. انا حبيبه قلبي. هتعملي لنا ايه تاني بقى الوصفه الثانيه؟ هعمل الوصفه الثانيه طاجن الخضار باللحمه الموز. تمام. مقاديرها ايه الاول؟ دي نص كيلو لحمه موز، وممكن تبقى لحمه ضاني علشان هما سهلين قوي في السوى وما بياخدوش وقت. تمام. اللحمه دي انا بجيب اللحمه بتاعتي وبعمل التتبيلة بتاعتها قبلها بيوم لانها بتدخل الفرن، والحاجة اللي بتدخل الفرن بتبقى محتاجة تتبل قبلها بيوم. التتبيلة بتاعتها ايه بقى؟ بصلة متوسطة، ومعاها فلفلاية رومي، ممكن بقى اخضر اصفر احمر اللي متوفر عندك في البيت، ومعاها التوابل. انا بحط عليها باربيكيو صوص، لو مش عندك مفيش مشكلة بتحطي بداله معلقة عسل، وبتحطي ملح وفلفل اسود وجنزبيل. الجنزبيل ده يا جماعه حطوه في كل اللحوم والطيور. جنزبيل باودر او مبشور. جنزبيل مبشور تمام، مفيش اي مشكله. مفيد جدا جدا للصحه، بس اللي عندهم ضغط عالي خلوا بالهم ما يكتروش منه. حاجه بسيطه يعني. وبحط عليه جوز الطيب وسنه قرفه ناعمه. تمام. معلقه العسل اسمر ولا ابيض؟ ابيض. عسل ابيض. تمام. ده لو مش عندك الباربيكيو صوص. تمام، يعني لو عندي باربيكيو، لو حطيت باربيكيو ما احطش العسل. تمام. خلاص بنعمل التتبيله دي وبنحطها على اللحمه وبنسيب اللحمه في الثلاجه من بالليل لغايه ثاني يوم لما نبتدي نعمل. تكون بقى شربت من التتبيله كويس. بالظبط، تبقى شربت من التتبيله ومش بتاخد سوا. تمام خلاص. هنبتدي بقى نعمل الخضار بتاعنا. خضار مشكل. خضار عباره عن ايه؟ ده مشروم، بسله وجزر، بطاطس، فلفل الوان. ممكن تغيري اي حاجه، ممكن تحطي كوسه. طبعا. ممكن تحطي بروكلي. في ناس ما بتحبش الفلفل تشيل، في ناس ما بتحبش المشروم. يعني الخضار ده اختياري، يعني حسب ما كل واحد بيحب نوع خضار. بالظبط، انت الخضار اللي انت بتحبيه وبتفضليه حطيه. طب واللي ولادك ما بيحبوهوش خبيه. دخلي كده في مش هيبين كله جوه. اللي ولادك ما بيحبوهوش هم صغيرين طبعا، ما بتكلمش على الكبار. اللي ولادك ما بيحبوهوش خبيه. ايوه، عشان بعد كده مش هياخدوا بالهم. يعني لو انت حطيتيه في الاكل وهم صغيرين مش هياخدوا بالهم. انت عارفه انا ساعات بعمل ايه؟ عشان مثلا مش بيحبوا برضو طول الوقت خضار الكوسه دي انا ببشرها، يعني وانا بعمل اللحمه وانا بعصج اللحمه وكده انا بدخل بشر كوسه، بشر جزر، يعني الحاجات اللي مش بياكلوها بحاول ادخلها برضو كده تتوه في طعم الاكل. يعني يعني انا احط شويه بنجر كده، سوس بنجر كده، يعني بعصره واحطه على الطماطم فما بيحسوش يعني، بس كده وانا اديهم القيمه الغذائيه يعني. بالظبط. في واحده صاحبتي زمان كانت ولادها ما بياكلوش البسله، كانت بتحطها في السلطه ما يحسوش بيها. مش هي الوان كده يلا. ايوه صح. الخضار. ايوه. ما بياكلوش السبانخ. كانت بتخرطها مع البقدونس والجرجير. خلاص الطعم اصلا بيبقى صح. اصل مش لازم نفس الاكل بالطريقه اللي احنا واخدين عليها. بالزبط. يعني سبانخ لازم تبقى مطبوخه، لا انا ممكن ادخلها باي شكل وما يحسش. صح، وما يحسوش بيها ومش بياخدوا. في ناس بتدخل مع الكيك بشر الجزر وبشر الكوسه. يعني بتقول لك خلاص يطول، الاولاد بيحبوا الكيك وانا مدخلها ده في النص ما يحسش يعني. بكره لما يكبروا يفهموا. صح، يبقوا اتعودوا. ضحكنا عليهم وخلاص، اديناهم القيمه واحنا بنعمل كده عشانهم يعني. والله. حضرتك عملتي طبقتين، طبق في النص وبعدين حطيتي اللحمه وبعدين بتحطي تاني طبق من الخضار. ما ينفعش ان انت تحطي اللحمه تحت خالص لان هي ممكن تلزق. والخضار ده ميزته انه بينزل سوائل. فهنبقى ايه؟ هيستوي منه فيه. طيب البصل ده حضرتك ما بتحطهوش على الخضار؟ لا بحطه. بتحطيه ليه؟ زي دي طعم جميل. استنيه بقى لما انزل الخضار كله كده وتحطيه من على الوش. ايوه، واروح احطه.
واروح حاطه معاه معلقه سمنه. اه معلقه واحده. وبتحطي اي سوائل؟ بتحطي ميه شوربه؟ شويه ميه مغليه بسيطه كده. بس الميه بحط عليها ايه بقى؟ بحط عليها سنه ملح. فلفل اسود طبعا. تمام. علشان تظبط الملح. في ناس كتير قوي بتعمل ايه؟ سوري. في ناس كتير قوي بتعمل ايه؟ لما تيجي تعمل اكل بتتبل حاجه والحاجه التانية لا. يعني مثلا المكرونه بالبشاميل. المكرونه بالبشاميل دي ليها هي على فكره جميله تحفه. بس تحفه امتى؟ لما تتبلي كل حاجه. يعني مش مثلا انا حطيت التوابل في حاجه واحده والباقي اللحمه المعصجه فالمكرونه اسلقها كده. لا اسلقي المكرونه، حطي مع المكرونه واحده مكعب الخضار اللي هو بيبقى مكعبات ده. لا مكعب خضار ده وهي بتتسلق. وهي بتتسلق. وحطي معاها ملح. اظبطي الملح بتاع المكرونه. انتي انا حلوه قوي دي. المكرونه هتبقى تحفه. تمام. هتلاقي بقى كل حاجه ليها طعم. واللحمه المعصجه طبعا برضو بالتوابل بتاعتها وحاجتها. خلاص. طيب البشاميل ما تحط، انا مش بحب احط عليه شوربه بصراحه. بس بحب احط عليه الجبن الكريمي. اي نوع جبنه كريمي انتي بتحبيها هتبقى تحفه طبعا. بتحطيها عليها وبتقلبيها. ومش طبعا مش بحط بيض. البيض ده خلاص موضه قديمه، بقت بدلها جبن. ايوه. طيب وبتعمليه باللبن بس؟ بعمله باللبن. ولو عندي طبعا علبه كريمه لباني بحطها، بتخلي كده الطعم ده ما شاء الله طعم غني جامد. غني قوي يعني. وحاجه تانية عايزه اقول لكم عليها برضو، في اي حاجه في بالبشاميل ما تحطيش الجبنه الموتزاريلا فوق. ما تحطهاش على الوش؟ لا. تحطها فين؟ تحطيها تحت وفوقيها البشاميل على طول. تيجي بقى تعملي كده تلاقيها بتطلع. ايوه صح. لكن التانيه دي بتتحرق وبتنشف. ايوه صح. فالميزه بقى في الجبنه الموتزاريلا في مطتها. ايوه صح. وانت بقى كل حاجه ليها طعم. خليتي كل حاجه بقى ليها طعم. ايوه. فخلاص بتحطي دي بقى، تيجي تشدي تتشد معاكي. الله جوعتينا كده واحنا صايمين. تسلم ايدك. تسلم حبيبتي. ايوه. بصي بقى البصل بقى من فوق. أيوة. وبقى من تحت وبقى كل حاجه فيها توابلها. بس خلاص كده جاهزه. وبتضيف لها مثلا نص كوبايه ميه سخنه وبتخش الفرن. صح كده. بالظبط. طيب هضيف لها حاجه تاني. هعمل ايه بقى؟ هنعمل العجينه اللي من على الوش. اللي على الوش. وراك مش اشطر مننا. ايوه طبعا. احنا اشطر، احنا الاساس طبعا. بنعمل ايه؟ بناخد كوبايه دقيق وبنحط عليها رشه ملح كده. وبعدين بنبتدي نحط ميه. تفكيها بالميه. خلاص. وقلبي بقى. وعجنيها. تمام. لما نعجنها هتطلع دي العجينه. بصي تعجنيها عجينه، مش بتبقى حاجه سايله، عجينه. عشان هتبقى بصي علشان العجينه ارتاحت. بتطلع بالمنظر الجميل ده. بصي المطه بتاعتها. ده معناه لما العجينه تمط كده معناه ان العجينه مرتاحه. تبقى براحتها كده وانت بتفرديها. بالظبط. تمام. دي ده مقادير كوبايه دقيق. وعليها ميه وملح. ممكن بقى تتبلي العجينه دي. تتبليها ببصل باودر وتوم باودر. لما تتبليها بيهم بقى وتطلعي بقى تقطعي العيش بقى من فوق وتاكلي. الله الله. صح. بتبقى حكايه. صح. احنا ممكن نفردها وبنروح حاطينها بقى على الطاوله. حاطينها على الطاوله. دي بقى بتقفل كمان الطاجن خالص. فبتخلي البخار يسوي اللحمه والخضار كويس قوي. فانتي وانتي بس تخلي بالك ان انتي ما تشغليش طبعا الشوايه، لان في فرن بتبقى الشوايه تشتغل مع الفرن. لا احنا مش عايزين عشان ما تتحرقش بسرعه. بالظبط. هتتحرق وانتي الخضار واللحمه مش هيبقوا لسه استوت. ده بيقعد وقت قد ايه في الفرن؟ من ساعه لربع ساعه. تمام. على حسب فرن. لكن هي اللحمه بتبقى يعني دايبه، ولازم اللحمه تكون بقى صغيره زي ما قلنا علشان ما تطولش. هي يا لحمه ضاني يا لحمه موز. علشان الاثنين ما بياخدوش وقت. صح. ايوه.
بيتك بقى بتقفلي عليها، ممكن ترشي من على الوش مثلا زعتر، ممكن سمسم، ممكن طبعا عشان يبقى طعمها حلو، يبقى ليها طعم وليها شكل كمان. بتبلي بس من فوق كده شويه ميه بالفرشه وبتروحي قافله كده. ايوه نقفل بقى. وايه ودي بتبقى الخناقه عليها ليه؟ علشان ليها طعم طبعا، مش عجينه ملهاش طعم كده. دلوقتي احنا هندهن بقى الوش ده سمنه او ميه بنسكافيه، يعني اي حاجه هندهنه ليه؟ بس مجرد حاجه تخلي تمسك الحاجه اللي هتحطيها بالظبط، خلي السمسم وحبه البركه بتوعنا يمسكوا بس على الوش بس كده. جميل كده، خلاص جاهز ويخش الفرن من ساعه الا ربع لساعه على حسب فرنك ودرجه حراره فرنك، انت بتبقي ادرى بيها فبيدخل الفرن ويطلع بقى ما شاء الله. ورينا بقى ده اللي معمول دلوقتي وده اللي معمول قبل الحلقه وده اللي معمول. ما شاء الله ما شاء الله، نوري السادة المشاهدين ده اللي معمول قبل الحلقة خالص. سهل جدا ومخدش اي وقت ولا اي مجهود، وطعمه لذيذ جدا. تسلم ايدك، نورتيني والله، مبسوطة انك كنت معايا، وان شاء الله معايا على طول باذن الله، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة. اعزائي المشاهدين، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم والوصفة عجبتكم. الى اللقاء في حلقة جديدة. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله.